صفة التيمم. يتيمم هنيتا انديتنا عدد ينوي بقلبه بلبوية السنة يسمي يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لله. يضرب بباطن الكفين ضربة واحدة على الأرض بمدافعشو مريتا عن تجزيد متعنا سواء كانت من تراب عفر بها المتع أو رمل عشوان بها أو طين شكام بها أو حصى مانيوم عشوان بها أو صخر جنجان بها لا يضرب على الخشب أنجت لي متع ولا على هذه الجدران التي عليها الطلاء إذا كانت من طين يصح مثل البيوت القديمة ولا على الأشجار ولا على الموكيت ولا على السيراميك ضربة واحدة بباطن الكفين ثم يمسح الوجه ثم يمسح ظاهر الكفة اليمنى بباطن الكفة اليسرى يكن اجن جرباون ثم يمسح ظاهر الكفة اليسرى بباطن الكفة اليمنى نعيد مرة أخرى ينوي بقلبه يسمي بسم الله يضرب على الأرض ضربة واحد باطن الكفين يمسح الوجه ظاهر الكفة اليمنى ثم ظاهر الكفة اليسرى متى يتيمم إذا لم يجد الماء أو كان يحصل عليه ضرر من استعمال الماء كبرد شديد أو مرض لم تكن